المصريون في الخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي. صباحي يتعهد بمحاربة الفساد، والسيسي يقول إن الخروج من دائرة الفقر هو محور تركيز. 30 قتيلا وجريحا في سقوط قذائف على أحياء مدينة حلب بشمال سوريا. عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما نيل تأتيكم من على شاشة النيل. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 9 من مساء يوم الأحد المقبل حسب التوقيت المحلي لكل دولة. وشهدت مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة شهدت إقبالا كبيرا في أول وثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج. ومن جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المؤشرات الأولية إلى أنها تشير إلى أن عدد المصريين الذين صوتوا في الانتخابات حتى الآن تجاوز 106,000 شخص، مشيرا إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى من التصويت وتلتها الكويت والإمارات. هذا وقد شهد مقر السفارة المصرية في الرياض إقبالا من المواطنين الذين اصطفوا طويلا خارج مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم رافعين الأعلام المصرية وهم يلوحون بعلامات النصر. قال بيان للسفارة المصرية في الرياض إن طوابير الناخبين امتدت لعشرات الأمتار خارج مقر السفارة، ويقدر عدد المصريين في المملكة بنحو 2 مليون مصري يمثلون أكبر جالية مصرية في الخارج. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت مقار التصويت في الانتخابات الرئاسية إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين. قال المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بأبوظبي شعيب عبد الفتاح، قال إن الإقبال على لجنة الاقتراع في مقر السفارة المصرية بأبوظبي كان كثيفا للغاية، واصطفت الطوابير مع الدقائق الأولى من بدء التصويت. أما في فرنسا فيواصل المصريون أيضا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجري في مقر السفارة المصرية في باريس وكذلك القنصلية العامة بمرسيليا. ويتوقع أن يتزايد الإقبال يومي السبت والأحد باعتبارهما العطلة الأسبوعية هناك. إقبال كبير في العاصمة الفرنسية للتصويت في الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول. الأرقام السابقة كانت تتحدث عن بضعة آلاف ناخب مصري سجلوا أنفسهم على القوائم الانتخابية في التصويت على الدستور الجديد، ولكن توقعات المسؤولين عن عمليات التصويت اليوم تختلف جذريا. عدد الناخبين اللي كانوا مقيدين في فرنسا في الاستحقاق الأخير لما كان في نظام التسجيل المسبق كنا بنتكلم على حوالي 6400 في باريس، ولما نضم عليهم مارسيليا يبقى 6800. أتوقع أن احنا ممكن نحقق العدد ده بالكامل وربما أكتر. نظام خاص للاتصالات للتأكد من حق الناخب في التصويت يسمح بقدر كبير من السرعة في عملية التصويت. هذا النظام من خلال شبكة مؤمنة بيسمح لنا بالدخول على قاعدة بيانات الناخبين، وبالتالي المواطن اللي بيتقدم ليا بيظهر قصادي ان هو لم يسبق له التصويت ويجوز له التصويت، فبيجري التصويت هنا في باريس اوتوماتيكيا، اسمه بيتعلم قصاده ان هو صوت سبق له التصويت في لجنة كذا في لجنة باريس مثلا. ويبقى السؤال الرئيسي عما ينتظره هؤلاء الناخبين من الرئيس المقبل، هل تختلف آمالهم في الغربة عن آمال المصريين على أرض الوطن؟ الشيء المحدد العدالة الاجتماعية قبل كل شيء، لأن مصر فيها ناس كتير مريضة بالمرض الكبد الوبائي بالبلهارسيا ينزل. احنا عايزين كل حاجة خير لمصر، عايزين بس العدالة والديمقراطية مش أكتر.
مش عايزين واحد حرامي بس، وده اللي انا عايز اقوله كله. والله انا منتظر من ساعه ما اتولدت عندي 58 سنه امنيه حياتي قبل ما اموت، واقول الكلمه دي من ايام مبارك ومرسي وكل حاجه، امنيه حياتي ما الاقيش واحد فقير، ما الاقيش واحد بيشحد في الشارع، يبقى في عداله اجتماعيه، يبقى في عدل، ما يبقاش في سرقه، ما يبقاش في حراميه، ما يبقاش في محسوبيه. هذا لا يمنع ان مصريين الخارج لهم امال ومطالب خاصه بهم بعد عقود طويله عاشوها مع الشعور بانهم لا يعاملون كمواطنين كاملي الحقوق. اهم حاجه ياخد باله من المصريين المغتربين، ما يسيبهمش، لان المصريين المغتربين بيمثلوا 10% بالنسبه لسكان مصر، يعني حوالي 10 مليون نسمه عايشه برا. الناس دي اقتصاد عالي جدا لمصر، نقدر نعمل حاجات كتير في بلدنا. احنا مش مصريين من الدرجه الثالثه، احنا مصريين من الدرجه الاولى. سيبنا بلدنا عشان كان في ظروف غصب عننا خرجنا منها، بس احنا دلوقتي عايزين واحد يبص لنا بعين احنا اولاد مصر، مش ناس مغتربين في مصر هم كنز بس، لا احنا عايزين حقوقنا عشان ندي حقوق بلدنا علينا احنا كمان. الملاحظة الرئيسية تتعلق بمشاعر من أتوا إلى مكتب التصويت، حيث يعطون الانطباع بأنهم يقومون بمهمة وطنية أكثر منها عملية اختيار رئيس جديد لمصر. إقبال كبير من الناخبين المصريين هنا في باريس على التصويت في الانتخابات الرئاسية، ومنذ اليوم الأول ونظام الاتصالات الحديث يحقق انسيابية حقيقية في عملية التصويت وسط إجراءات أمن مشددة وفرتها السلطات الفرنسية. وليد عباس لقناة النيل من باريس. وتنضم إلينا الأستاذة عفاف علي رئيس اتحاد الجاليات المصرية من إيرلندا. أستاذ عفاف تحياتي لك أولا، ما هي الأوضاع لديك في إيرلندا حتى الآن؟ اهلا وسهلا بكم. الاوضاع هادئه جدا. نعم. والحقيقه النهارده العدد يعني برضو في اقبال بالنسبه لايرلندا. في برضو انا سامعه ان عندكم في باريس بيقول ان في حراسه، برضو عندنا هنا هو في دبلن الحقيقه الشرطه الايرلنديه محاوطه السفاره، رغم ان ما فيش اي مشاكل، يعني كنا النهارده نتوقع ان يكون في مشاكل بعد صلاه الجمعه، لكن الحمد لله الجو هادي وفي اقبال شديد على الانتخابات، ولحد دلوقتي ما فيش مشاكل، ادعوا لنا. طيب استاذ عفاف، يعني كم هو عدد الجاليه المصريه في ايرلندا؟ عدد الجاليه المصريه اللي هم كانوا مسجلين 500، لكن احنا دلوقتي في اخبار جميله وهننشرها دلوقتي حالا لجميع الجاليه المصريه الموجوده في ايرلندا وفي ايرلندا الشماليه. لسه كنت حالا بكلم سعاده السفير عري العشيري بالنسبه ان في كونفيوزنج في عمليه الانتخابات والتسجيل في اللجنه العليا للانتخابات، فسعاده السفير وديت من خلال حضراتكم ويا ريت تتكتب على تايتل علشان الناس كلها تشوفها الخبر السعيد، ان كل المصريين الحاملين لبطاقه الرقم القومي المسجل اللي هم بيحملوا بطاقه الرقم القومي قبل مارس 2014 من حقهم التوجه لأي سفارة في العالم للإبداء بأصواتهم. بغض النظر هم سجلوا أنفسهم قبل كده في اللجنة العليا للانتخابات أم لا، يبقى الكلام واضح. وهقوله مرة تانية لأن السفير علي أكد عليا في هذا، أن أي مصري موجود في أي دولة أوروبية أو عربية يستطيع الإدلاء بصوته طالما أن هو حاصل على بطاقة الرقم القومي ويقدر يتوجه لأي لجنة على مستوى العالم يدلي بصوته فيها. وده خبر مهم جدا إن هو ينتشر. وكمان أي مصري بيزور ابنه أو بنته في الخارج، أو أي ابن بيزور أي فرد من أفراد الأسرة، ممكن إن هو طالما حاصل على بطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته في أقرب سفارة. نعم. طيب استاذ عفاف، هل هناك اي معوقات اخرى اثرت على سير العمليه الانتخابيه ام فقط عدم التنبيه على هذه النقطه؟ وبالطبع سنؤكد عليها مرارا وتكرارا، انه يحق لاي مصري يحمل الهويه المصريه او البطاقه الشخصيه المصريه او حتى جواز السفر المصري الصادر قبل شهر مارس، يحق له التصويت في اي دوله في العالم وفي اي مكان في العالم. نعم، طبقا لاجهزه الحاسب الجديده واجهزه الانتشار الموجوده في كل السفارات في العالم. هل القرار الالكتروني استاذ عفاف متوفر عندكم فبالتالي هناك سير العملية الانتخابية بشكل يسير، ولا في معوقات بالنسبة للقارة الإلكتروني؟ لا لا لا، ما فيش أي معوقات لحد دلوقتي. المشاكل طفيفة جدا، إن برضو بتيجي ناس معها صورة البطاقة الرقمية
وطبعا هنا لا يعتد بالصور. ولذلك طبعا احنا برضو بنعيد التنبيه تاني ان المصري اللي موجود في اي دولة من دول العالم يتوجه بالبطاقة باساس البطاقة مش بصورة. اكيد بالطبع سنتواصل. الو اتفضلي يا فندم اتفضلي. في كمان نداء من خلالكم بوجهه لجميع رؤساء الجاليات المصرية في العالم ولجميع القادرين ان هم يستأجروا بعض وسائل الانتقال او يوفروا وسائل الانتقال للمصريين المتواجدين حتى يتوجهوا للسفارات. نعم حتى يتوجهوا للسفارات. شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ عفاف علي رئيس اتحاد الجاليات المصرية في ايرلندا. وايضا نؤكد على النقطة الهامة بان يحق لاي مصري يحمل البطاقة الشخصية او جواز السفر المصري بان يحق لها التصويت في اي دولة في العالم طالما يحمل هذه البطاقة او جواز السفر. شكرا جزيلا لك على المتابعة. واتصالا ينضم إلينا عبر السكايب من الإمارات سفير مصر هناك السفير إيهاب حمودة. سعادة السفير أهلا بك على شاشة النيل، ولو تطلعنا على مجريات الأمور وكيف تسير العملية الانتخابية في ثاني الأيام أيام الانتخاب وأيام التصويت خاصة أن اليوم هو عطلة رسمية. هو صديقكم الأزلح ده هو اللي كنا شغالين نتابعكم به. سعادة السفير إيهاب حمودة طيب يبدو أننا هناك مشكلة في الاتصال، سنحاول الاتصال مرة أخرى. طيب يبدو أنه عاد إلينا مرة أخرى سعادة السفير إيهاب حمودة سفير مصر في الإمارات. سعادة السفير أهلا بك على شاشة النيل، كنا في اتصال معك بالأمس وطمأنتنا في الحقيقة على سير العملية عملية التصويت. ماذا عن اليوم خاصة وأننا نتحدث عن عطلة رسمية؟ هذا صحيح، يعني لليوم الثاني بنشهد تكاثف كبير من أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية، بتتواصل مع السفارة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، أعداد كبيرة يعني للغاية متواجدين على طول على مدار ساعات الانتخاب من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء. بدأت بعض الجاليات أيضا بالتنسيق مع النوادي المصرية المتواجدة في دولة الإمارات العربية بتسيير باصات خاصة لنقل هؤلاء الناخبين. نعمل على مدار الساعة على تسهيل كافة وتقديم الخدمات لكل الناخبين بقدر الإمكان. مشكلة أن هناك بعض الناس الذين يعني لم يحملوا معهم بطاقة الرقم القومي أو الباسبور المميكن الجديد، طبعا للأسف يعني مش هيقدروا طبعا إن هم يشاركوا في هذه العملية، ولكن الأعداد ليست كبيرة يعني أعداد بسيطة. طيب هذه المشكلة أيضا ذكرتها الأستاذة عفاف من دبلن من أيرلندا. طيب فيما يتعلق بالذين يعيشون يعني خارج نطاق العاصمة أبو ظبي، عملية انتقالهم إلى أبو ظبي كيف تسير الأمور؟ هل هناك تسهيلات مقدمة مثلا من السفارة؟ يعني أنا عايز أقول إن أبعد نقطة من السفارة في أبو ظبي إلى أبعد مكان مثلا لا يتجاوز 170-180 كيلومتر. احنا نسقنا مع النوادي المصرية المتواجدة سواء في مدينة العين او في المنطقة الغربية على اساس ان هم، وطبعا القنصلية العامة في دبي على اتصال او هي مشرفة على 5 امارات اخرى، تم التنسيق مع كافة رؤساء النوادي المصرية على تسهيل نقلهم الى مقري البعثة سواء في ابو ظبي او في مدينة دبي. بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني احنا النهارده كبرنا كمان حجم السرادق المقام امام السفاره نظرا لحراره الجو العاليه مع توافد او زياده اعداد القادمين الى التصويت في هذه الانتخابات، وهذا كنا ما نتوقعه ونتوقعه ايضا غدا وبعد غد. غدا اجازه ايضا في دوله الامارات، ثم بعد غد ليله الاسراء والمعراج ايضا يوم اجازه، فيعني الى نهايه الانتخابات يتواصل توافد المصريين بعدد كبير. طيب اخيرا سياده السفير، من خلال تغطياتنا يبدو ان هناك بعض الجاليات المصريه من خلال متابعتنا قد طلبت بمد فتره التصويت، هل تواردت اليكم هذه الانباء ام تم تقديم طلبات في هذا الشان بمد الفتره؟ لم يحدث حتى الان، ولكن كما تعلمين سيادتك ان هناك بعض المصريين بينتظروا اللحظات الاخيره.
انما بقدر الامكان احنا بنحاول وبنناشد الجماهير ان هي تتوجه عشان يعني نقدر ننجز هذا العمل خلال الاربع ايام اللي انا في تقديري ان هي تكون كافيه. ويبقى ايضا ان ما زال يعني سابقا للاوان ان نطلب ذلك حتى بالتاكيد. سعاده السفير ايهاب حموده سفير مصر في الامارات، اشكرك شكرا جزيلا ونؤكد